صوت ابو عبد الله، يعني تصرف سالم بخيت، هذا تصرف تصرف هذا الكلام. يعني يسيء للرياضه. شو احنا نلعب كره قدم، نمارس كره القدم، نمارس الرياضه للمنافسه، للمراح، للفني. لكن لما يعني ما ممكن ناذي بعضنا البعض. يعني اتصور هذه اللقطه اللي الحين شفناها، لا يجيبها، لا يجيبها، لا رجعنا، لا يجيبها، ولو كان نعم لا يجيبها، لا يجيبها، لا يرجع اللقطه هذه. لا ما الرجل يشوف الحارس، ورجل يشوف الدخول، نريد نشوف دخول. يعني ما ممكن نأذي بعض بهذه الصورة، عشان ما في ناس يقول علي موجود. علي موجود نعم بهذه الصورة اليوم، خلاص ما يكون جاهز علي بناخذ اليوم يونس. احنا اكيد مبارك لنادي فنجا، ولكن اتصور ان سالم افسد حتى الفرحة على نادي فنجا افسدها. انا اتصور ايش يستفيد لو حدث لعبد